Alors, je me présente Anas Miti Ibtissam. Je suis opticienne depuis 20 ans, installée à Casablanca, au Petit Verde. Je suis en train de chauffer. J'ai soit de protection, elle a la lumière, en général, la lumière artificielle, soit des lunettes de vue. Les gens qui ont un peu de basal, ils ont un peu de basal. La tendance est que les lunettes solaires, en général, ils sont connus chez Akbar, parce qu'ils ont un peu de basal. En plus, ils ont un peu de basal. Ou le degré ديال le foncé ديال لي خاص على حسب المدينه مثلا كاين مودول اللي كيكون فيهم الشمس اكثر من مودول وحده اخرى دونك كنختاروا اللون كنختاروا لا كاليتي ديال لا كولور ديال لو فير وخص لو موديل يكون دابا زعما واحد يحاول يدير جواندغ لوتيل على لاغريابل سيتادير يكون لابس حاجه زوينه ويكون بروتيجي معايير الجوده حنا باش نعرفوا باش الانسان كيشوف خصو الضو داكور ما يمكنلوش يشوف الظلام كي دي الضو دي اشعه دونك الاشعه مقسمه لينا ما بين اشعه طبيعيه واشعه اصطناعيه دونك الا بغينا نهضروا على نظاره الشمس نظاره الشمس كيعطونا اشعه طبيعيه الاشعه الطبيعيه عندها واحد لي دوغري دونك هذاك لو فيغ اللي حنا كنحطو قدام عينينا اللي لي سونسي يحمينا خاص يكون فيه لو دوغري الملائم باش يحميني من هذيك الشمس دونك نقدروا نديروا نظاظر فيهم غير اون تانت دونك كي نو بروتيج با دونك فيهم غير اون كولور ولكن يمكننا نديروا فيهم دي فيغ اللي فيهم لا تانت وفيهم واحد لو فيتر اللي كيصفي هذوك الاشعه المضيره للشمس وكيحمي لنا عينينا دونك هذا هو الفرق باش كنعرف باش من الاحسن واحد يمشي عند واحد مختص دابا الناس كيبغيو لي لونيت ستيلي فاشن انا بدا تنصح لي كليون ديالي انهم يلبسوا موديل ما يلبسش واحد اخر يعني دي بريسك بيرسوناليزي يعني كل واحد يلبس شي حاجه اللي هو مرتاح فيها كيقدر يجي يقول لك راه انا بغيت نضر مدورين مي يقدر هو المدورين ما يرتاحش فيهم دونك لا توندونس دابا سي دي فورم comme ça des formes et des couleurs اللي الواحد غيلبسها باش يرتاح فيها ماشي تجي معاه يرتاح فيها ويرتاح انه لابسها وعاجباه وكيحس براسو فاشن وستيلي ولا اخره